مضاعفات أنها تلف بخلايا الدماغ وحاليا يعني ما يعني دار اقتصادها تسالها مثلا خمسة زائد أربعة ما راح نبدا من ديقار هاي قصه عائله يصاب ابنائها بالسكري عند بلوغهم السابعه من العمر. اربع اشخاص من هذه العائله هم مصابين بالسكري. في مراحل المرض يؤثر على العين وعلى الدماغ لذلك قد يصل حتى الى جميع اجهزه الجسم طبعا المصابين بالسكري دائما ما تكون بعض الانعكاسات في باقي اجزاء الجسم لذلك احدى بنات هذه العائله هي طالبه في المرحله الثانيه في كليه الاداره والاقتصاد تعرضت لهبوط شديد في السكر مما ادى الى تلف الدماغ بالكامل حرمها من ممارسه حياتها وحياتها الجامعيه تفاصيل اكثر مع مراسلنا سلامه السرهيد اللي تحدث مع هذه العائلة خلونا نشوف يا ريت تعطينا في التفاصيل في المعلومات يعني عن عائلتكم عن المرض اللي عندكم شلون مثلا انتشر بين افراد العائله شنو المضاعفات التفاصيل كالتالي نعم. يعني انا بالنسبه لي ابناء اكبر واحد هذا مخلص هندسه الزراعه ونصاب مرض السكر وهو هو الابتدائي <applause> واخوانا نفس الشيء يعني هو يصير عمره تقريبا ثمان سنوات سبع سنوات ويصاب هسه عندي انا اربعه مصابين بالسكر بس انا اللي, أذي... اللي اذاني يعني كلش أه... عندي وحده من بناتهم مصابه بالسكر مرحله ثانيه دار اقتصاد بجامعه ذي أه... قبل تقريبا سنه تعرضت للهبوط بالسكر <applause> فنقلناها للمستشفى وظلت بالانعاش تقريبا بالعشرين يوم أه... المهم صارت المضاعفات عندها تلف بخلايا الدماغ وحاليا يعني ما يعني دار اقتصادها تسالها مثلا خمسه زائد اربعه ما تعرف. مم. اي فبقت يعني على الكرسي ووضعها تعبان وحاليا لا الحمد لله وشكر يعني بس هو تلف دماغه يعني هذه يقولوا لي راجعنا بها اكثر من طبيب وماكو نتيجه. مم. ايه هي هاي زين عندك اربعه بالعائله؟ اي والله اربعه. مم. اربعه. بس انا مثل ما ادري شلون يعني تعوديت ما ادري يعني اربعه يعني صعبه يعني انت تظل الليل مثلا ما تنام يعني تبقى مساهر ويا هذا خاف يهبط هذا خاف كذا يعني هاي هاي وضعيات بقت اكو شغلات ثانيه يعني احنا هسه احنا موضوع مركز السكر اللي عندنا بالناصريه نعم اكو مركز السكر والغداد الصم اللي تندل قريب على البهو هذا هم طلعنا كارتات وخذنا فتره راجع يمه المفروض شطرة يتراجع تراجع صايم يعني تراجع بالمريض على مود يسحبون له تحليل وكذا هذا الحكي يريد وقت يعني تروح صائم من الصبح لازم بالسبعه انت موجود هناك مريضك موجود للتقريباً تقريبا تسعة ونص لو العشرة اللي يسحبون من عنده بعدين يقدر عادي ياكل شيء مثلا واللي يجي متاخر مثلا بثمانية لا يسوي لهم ندوه كبيره مثلا ومحاضره وكذا فهي هاي شويه من المعوقات اللي خلتنا ننقطع عن مركز السكر. والله احنا مستمرين على من العياده الشعبيه اللي ناخذ زين احنا اليوم جيناكم حجي حتى ننقص صوتكم وننقل المشكله اللي تعانون منها شنو مطالبكم اللي تردوها انتم اليوم؟ والله مطالبنا بالنسبه لعلاج السكر اللي هو الانسولين احنا مستمرين عليه موجود بالعياده الشعبيه والحمد لله والشكر هسه يجوز تنحسب لل آه الشغله الثانيه يحتاجون مثلا سرنجات تمام آه جهاز تحليل مال السكر جاي نشتري على حسابنا طبعا مه. اي جهاز تحليل آه سرنجات يعني صورت اربعه وال اللي سو هذا الباكيت ب بي... 10 سرنجات يومين وخلص عندنا مه. اي والشرائح مال الانسولي مال قياس السكر لانه انا بصراحه يعني ابقى مثلا ليلي او نهاري ظال بالانذار على مود شيء اقيس مثلا سكره كل مثلا اربع ساعات او كل خمس ساعات لان ما متوفرات؟ ما متوفرات لان جاي نشتريه على حسابنا من الصيدليات مم. يعني العلبه مال 15 هي هاي مال السكر مم. مال الشرائح زين 15 ايش قد بيها؟ بيها 50 شريحه خمسين شريحة أنا أربعة يومية إذا ما أشيكم أشيكم بال مرة مم. يعني إذا على إيه يعني خلال ثلاثة أيام تخلص فيها لازم لازم أشتري شرائح نوب من جديد إيه كل ما موجودات لا بعيادة شعبية مثلاً ولا بمركز سكر